بتسايد مع نسبة أيوب عمري والمرسولة سي أنا يا مالي مش حل ولا شايف النور ده بصر ونخلي راسي دي معالي وبصر اللي بتوصل في يوم صفروا معايا وجيبوا معايا للتالي نفهموا المعنى في ضمي ليك واللي بحالي صفروا معايا البلان ساس وكله عبر خاصنا قلالت فينا سمعناها عن ايوب الصبار كل شي عيا دغيا خرج الاوفة الايمان ضعيف صورته في القلب ممسوحة الحروف ويلا قلتي عييتي قولي عاد بديتي دنيا امتحان قولي يا مالك ترخيتي سيدنا ايوب خاصو نقشف القلوب دينا الحجايا وخاطرنا عليه مسدودة ضربنا المثل ماشي كلام معيوب ماشي اسطورة حناك وسلف من راس ايوب سيدنا ايوب رسالة لكل مريضة معناها ليك الله مكتوبة بخط عريضة مرحبا بكم في المدرسة جبدوا التفاتر كتبوا عنوان صبروا مع تزاع الخاطر معكم من قالوا جات الوقت الصعيبة فين هي البركة وصبر ولا وصفة غريبة يا مسلم حمد الله تكون قلبك ترطيبة خاصة رباحة ولبسة جديدة مسندوش ربي كاية بلدي ما معاك في متكون شو وحدك لا بتسايد يبن معنا اسمر ايوب عمري والمرة نسولة سي انا يا مالي هدش حل ولا شايف النور لا بصر ونخلي راسي دي معالي وبصر لا بتوصل في يوم يا ناس صبروا حال البارح غير اليوم كل شي هون ما دايم غير مول الكون يا ناس صبروا ونصبروا بعضياتنا يطل صباح جديد يدوز وليامنا سمعونا الحكاية باش نفهموا الحكمة فهمونا الرواية باش يسمعوا الختمة يا ناس صبروا واخا عالي الصورة حيث الصبار والمؤمن جارو مشهور ليل شحال ما كان مظلام دابا يطل الصباح معاه صفحة جديدة والماضي فيه ولا وراح فيها الحق على صوته وصاح فيها الظلم محكوم بالإعدام وراسو طار وطاح إلى عياتك الدنيا كنتي مريض وباغي الدواء دواك صبر الدواء بلا طبيب وبلا برا بلا شرا رجع الباندا اللورة كاع لي صبروا نالو وحلموا قطعوا البحورة وعلينا الدورة وخام علينا الصورة حيت خويا الصبار والمؤمن جارو مشروع سمعونا الحكاية باش نفهموا الحكمة فهمونا الرواية باش يسمعوا الختمة لا جاك المرض تفكر أيوف بلاه ما سلم منو غير القلب ولسان يحمد الله لا نقصك الولد تفكر أيوف فراقو عمر خاطرو طاقو الصبر زاد سرح في عروقو لا بكاو بالفلوس تفكر أيوف في حياتو تفكر في بلاه ما عندوش حتى حق غداتو لا جاك كلامي غلط ولا تقيلة تفكر باللي أنا مسكين صابر مترجي الرحيمة مسندوش ربي كاية صبر ديما معاك في متكون شو وحدك لا بتسايد يبن معنا صبر أيوب عمري والمرة نسولة سي أنا يا مالي مش حل ولا شايف النور لا بصر ونخلي راسي دي معالي وبصر لا بتوصل في يوم يا ناس حال البارح غير اليوم كل شي هون ما دايم غير مول الكون يا ناس صبروا ونصبروا بعضياتنا يطل صباح جديد يدوز وليامنا سمعونا الحكاية باش نفهموا الحكمة فهمونا الرواية باش يسمعوا الختمة يا ناس صبروا واخا عالي الصورة حيت الصبار والمؤمن جارو مشهور خميسة صبر أيوب 2011